دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. الملك في السلط ويلتقي بوجهاء البلقاء. كتاب يقاطعون ندوة الأدب الساخر بعد شطب وزيرة الثقافة اسم الكاتب أحمد حسن الزعبي. تربية الجويسمة تمنع حمل العصا والعقاب البدني للطلبة. إزالة اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي في القطرانة. النواب يؤجل مناقشة مادة في المجلس الطبي تعفي من البورد الأردني. بقرار قضائي بيع مطابع الرأي مع مجمع المباني بالمزاد العلني. وفاة شخص بحادث تدهور قرب دوار الداخلية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.